منور يا دكتور. هبلغ المدام على فكرة. ايه ده انت بتعمل ايه؟ بكهربك. كهرب انت كده بتكوي الهدوم. الزرار الاسود ده هو والله؟ انت بتكهرب ليه انت؟ مش عارف والله. اخي شيل ايدك كده، الكهرباء متوزعه علينا احنا الاثنين. يا عم انا بكهربك ولا بدوس جرس الباب؟ خش عليها يا عمر. حقنة الهوا دي اللي هتخلص القصه دي كلها. هديها لك في العضل، اخلي لك العضل مهوي، تمشي ترفرف في الشارع كده. لا لا والنبي ابوس رفرفه. ابوس ايدك بلاش رفرف ده. اسمع بس، انا عندي ليكوا شغلانه جديده هتبسطكوا قوي. يا عم شغلانه ايه؟ احنا مش عايزين منك اي شغلانه. اخر شغلانتين جبتهم لنا واحده فيها جثه والثانيه سرقه. ايه الشغلانه اللي هتجيبها لنا؟ هتجيب واحد يختصبنا؟ اسمع بس، دي شغلانه كويسه، ده عند واحد صاحب محل كشري، هتروح بالليل تدي له حقنه. انا مستحيل اروح محل كشري. ليه؟ انا بخاف من العدس. عشان العدس معدي. طب بلاش دي، في شغلانه تانية عند واحد منجد محتاج اتنين مساعدين. منجد ايه واحنا بنفهم في التنجيد اصلا؟ انت مالك وبال التنجيد؟ انتوا هتقعدوا جنبه تقولوا له يا منجد علي المرتبه، عروستنا حلوه مؤدبه بس. يعني واحد ده محطم نفسيا يعني المنجد ده، واحنا هنروح نرفع من روحه المعنويه نقول له يا منجد علي المرتبه عروستنا حلوه مؤدبه؟ ايه الشغلانه دي؟ يعني ايه التراس تنجيد يعني ولا ايه؟ احنا مش فاهم احنا هنبقى ايه. سهله، شغلانه سهله. بقول لك يا علاء، الطلاقه اديك دي في شعرك بلازمه، اخلي لك شعرك ده ينزل لحد ركبتك، تمشي في الشارع العيال تعاكسك وتقول رانيا جت رانيا راحت. والنبي بلاش. هديك واحده ميزو سيرابي. لا لا ابوس ايدك. في قلب نص دماغك. بلاش. اخليها لك شعرايا ناعمه طريه. لا والنبي ابوس ايدك بلاش ميزو. خالو سرور فين؟ خالو؟ خالي في المستشفى عندكم، يتعمل له تشيك اب كامل، لان انا شاكك في حاجه عنده في الجهاز العصبي، لانه بيتنرفز على اتفه الاسباب. أيه. يعني نجيب له كوبايه ميه يتزعبب قوي كده. فبعد اذنك خلي بالك منه، ماشي؟ خلي بالي منه ايه؟ ده خالك هو اللي يخلي باله مننا. خالك شكله بيستعبط ولا عنده امراض ولا حاجه، وخرج من المستشفى من بدري.